انا الحمد لله. انت واخواتك كويسين؟ طمنوني عليكم. وامك عامله ايه؟ بقالها زيارتين ما جاتش، وحشتني قوي ونفسي اشوفها. ايه ماتت؟ اخبار اسود لازم يا عم في الخطبة. وقال الله وقال الله. ايه ده؟ انا لله وانا اليه راجعون. يا فهد عم حسون مش تحلف. انا لها عم حسون تحلف عم حسون. كله من علي يا فهد. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. بس ان شاء الله خلاها عم حسون. مراتي ماتت ولا بالسجن ولا عيالي واحدة. يا رب